അടുത്ത അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടി ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه قصيدة البردة, قصيدة البردة التي صنفها إمامنا البوصيري رضي الله عنه على مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, النبي التقي الرقي المكي المدني لباسا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ദൂരി ജീ ബീ സലമേ അബീ ഹോമീ ഫൂഫാഗമ ബാലം തുരി പദം ശാതി വാല ഗായി ബി മുൻഹസ
مي هل تاني دوس حلاك لست أسمعه إن الموهبان العذال في صممي إني تغمت نصيح شيب في عدلي والشيب أبعاد في نصح آلي تهمي فإن أمارتي بسوء ما تعلق من جهلها بين دير الشيب والهرم ولا عدت من الفعل الجميل قرار طيبين ألم ما برأسي غير مغتشم لو كنت أعلم أني ما أبقر كتبت سرا بدالي منه بالكتم ولدي بردي جماح من غاياتنا كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بما كسر شغبتها إن الطعام يوقع في شغبة النهيم والنفس كطفل تغمله شبع على حب رضا تفطمه يوم فاتم فاصرف غوا غواحا مرأة وليه إن الهوى ما توى لا يسمي أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استهلت المرأة فلا تسمي كم حسنت لذتا قاتلة من حيث لم يدري أنا ثم في التسامي واخشى التسايس من جوع وضام شبع فربما مهما صوت شر من التهم وتفريغ دمع من عين قد امتلى من المهاريم والزمهم يات الندم وغالف النفس فالشيطان بعسيق ما وإنهما ما حلاك النسح فاتهمي ولا تطع منهما غصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولا 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 يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله بقول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقوم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسمي ظلمت سنة من أحيا الله لا مإلا أني
نشت قد قدماه الضر من برمي وشد من سغاب أحشاه والتباد تحت الهجارة كسهم مترف الأدم وراودته الجبال شق ميد قبيل النفس فأراها أيام شممي وأكدت زهده في غلارورته إن الغرورة لا تعدو على العزم يا سيدنا أهلا وسهلا يا ملجأنا أهلا وسهلا مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرجي دنيا من الأدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بقرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم الخلق مالي من ملوذ به سواك عند غرور الحادث الأمم فلن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تهلى باسم منتقم فإن بجودك دنيا بذرتك ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة المظلمات إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم ولطف بعبدك في دارين إنا له صبرا متى تدور الأقبال ينهزم وإذا لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمون هل ومساجم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم ما رأنا حتى عذبا في باني ريح سبا وأترى
دل عيسي بنا غمي تبتدي ضعن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم سعد وابن عوف عاشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.